السلام عليكم، سعد صباحكم، مرحبا، رمضان كريم، اللهم بلغنا شوال، وثلاثة بواحد تبع التحية الصباحية، وإذا بتعرفوا حدا بيعرف يقدم المغرب، وخلصوا الأربعين ثانية لسه تبع الستوري الأولى. بصراحة فوائد القوشجية بدت من فكرة إنه طبيب الأسنان اللي صار له 20 30 40 50 60 سنة بالعيادة نسيان كثير من مبادئ التشريح المرضي. طبيب الاسنان اللي وخريج حديثا عم يبحث عن دورات الزرع والفينير وكل شيء، عصر السرعه، عصر الهوت دوغ والهمبرجر. طيب الزميل اللي ما زال طالب طب اسنان ينظر الى التشريح المرضي على انه هو الماده اللي بتشبه الفيزياء والكيمياء والعربي والانجليزي، ويلا حسن الختام وبدنا نمشي فيهم على السريع. فوائد القوشجيه بدات مستهدف فيها هدول الثلاثه اللي هن اهلي واخواتي واولادي، لحتى اقول لهم بتيب صغيره، بنقطه صغيره، بملاحظه صغيره، بجمله عابره، بفكره تبقى مرسخه بباله انه التشريح المرضي هو واحد اثنين ثلاثه، بهدوء بلطافه بشكل ناعم موسيقى. طيب هون كانت النقطة الأساسية، الفوائد القوشجية ما كانت مجموعة على الواتساب، كانت عبارة عن رسائل بث جماعية، رسائل بث جماعية للحفاظ على خصوصية الطبيب الزميل، للحفاظ على خصوصيته. بيقول لك أنا مو جاي عبالي تعطي رقمي لحدا، حقك يا دكتور، صح؟ طيب حتقول كأني بديت بالسلبيات، بقول لك لا، هدول اخواتي واهلي اللي هن عم يعالجوا اخواتي واهلي، اللي هو فائده المجتمع كلياته. هلا الحمد لله رب العالمين لما تكون النيه صافيه، اوكي اجاني كثير عالم تبع انه بعث له رساله انه لو سمحت دكتور احفظ رقمي عندك، فبعت لي رساله انه ضروري. قلت له لا تحفظ رقمي ويسلموا ايديك وبلا. المهم اليوم الفائده القوشجيه عم توصل لحوالي 2000 انسان، بعثت لهم رسائل شخصية واحد واحد على الواتساب على رقمه باسمه الشخصي، يا دكتور فلان إذا حابب توصلك الرسائل القوشجية فيا ريت بس تعطيني خبر. في عالم ما ردوا، شي طبيعي، في عالم كثير شافوا وما ردوا كمان شي طبيعي، في عالم كثير كثير ردوا. النقطة اللي بدي لكم إياها، في عالم من ردوا أعطوني فيدباك، أعطوني ملاحظات. الفائدة القوشجية رقم 12 اللي هي حتوصلكم يوم الأربعاء القادم حتكون آخر واحدة بالتيمبلت اللي عم تشوفوها حاليا. أنا هلأ ببث مباشر على الإنستغرام وعلى الفيسبوك وإن شاء الله يزبط، لأنه حابب عدل فيهم. حنضل على الرسائل الجماعية على الواتساب، الحمد لله رب العالمين عم توصل حعدلكم. رسائل الجماعية 2000 طبيب، نبدأ من المشرق الوطن العربي جنوبا، عم توصل للعراق، الكويت، إمارات، عمان، اليمن، السعودية، الأردن، لبنان، مصر، ليبيا، السودان، الجزائر، نسيت الصومال مشان نمشي بالترتيب، المغرب. هدول بلدان عربية فيها أطباء أسنان عم توصلهم الفوائد القوشجية. عم توصل لتركيا، دنمارك، السويد، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، هولندا، بريطانيا أكيد، تشيلي، الولايات المتحدة واليابان. هدول كلهم عم توصلهم كل أحد كل أربعة بحوالي الساعة 6 المساء بتوقيت دمشق فوائد القوشجية. إذا الله أعطاني عمر حتضل فوائد القوشجية شغالة شهر واثنين وثلاثة، سنة وسنتين وثلاثة، ويصيروا 1000 ويصيروا 10000، وعم نتعلم من بعض وماشيين مع بعض. شغلة كتير حلوة كتير لطيفة، هي عبارة عن سطر بكل مرحلة من المراحل حغير. حتقول لي مدام عم تبعتها على الواتساب ليش عم تحكي لنا عليها على الفيسبوك؟ حقول لك حتلاقيها على قناة تليجرام، فتحتها بس لسه ما اعلنت عنها، حتلاقيها بطريقة محترفة على اليوتيوب، حتلاقيها على الانستغرام، حتلاقيها على صفحة المخبر هون على الفيسبوك. طيب سؤال، مدام هيك ليش معذب حالك ولساتك عم تبعتهم كرسائل فردية على الواتساب وهي عن جد متعبة مستهلكة للوقت على الأقل؟ حقول لك متعة التواصل المباشر بين طبيب وطبيب ماني حابب أخسرها. لما عم تبعت الرسالة لطبيب توصله من موبايلي لموبايله، عم يقول لي أنا عندي الحالة الفلانية، حابب ناقشك بالموضوع الفلاني، شو رأيك كذا، فعم ناخذ نعطي. هي المتعة لن أحرم نفسي إياها. طيب قناة تليجرام
والانستغرام والفيسبوك حتوصلهم الرسائل بتأخر مديد، ماشي، لحتى بين قوسين خلي الدكاترة عن جد تضل متلهفة مترقبة رسالة على الواتساب أو تشترك. يعطيكم ألف عافية، حوالي الخمس دقايق وثلاثين ثانية إن شاء الله ما يخذلنا الفيسبوك وتزبط رسائل البنك. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.